الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي أكرمنا بالقرآن وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان، والصلاة والسلام على من حث على تعلمه وتعليمه والتفكير فيه وتفهيمه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. بالنسبة لقراءة خديجة برهون فهي قراءة سليمة من حيث القواعد ومخارج، أيضا مخارج الحروف سليمة بالإضافة إلى أداء طيب وصوت جميل. فقط أريد أن أشير إلى مستملحة وهي موجودة في كتب التاريخ، أن الأب كان حينما يريد أن يجهز ابنته للزواج كان يرسل معها القرآن والموطأ، وهذا يظهر يعني عناية المغرب هذا البلد الكريم بالقرآن وبأهله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من فضله وأن ينورك بهذا القرآن الرباني، والسلام عليكم ورحمة الله.